الزجاجيه كان بالصدفه تماما. لما دخلت الجامعه ما كنتش اعرف اصلا في حاجه اسمها قسم الزجاج، بس احنا في اعدادي هما بيعدونا على كل الاقسام، واول ما اتفرجت على الفن الجميل ده بصراحه حبيته جدا وقعت في هواه. يعني سافرت بره اتعلمت، لانه كان صعب جدا ان انا الاقي حد هنا يرضى ان هو يعلمني بصفه مستمره. انا لغايه دلوقتي انا البنت الوحيده اللي مكمله، يعني في بنات اتعلمت بس ما بتشتغلش في الشغل ده. في مصر حكر على الرجاله، فكان كذا مره حتى لما اثناء بعمل رساله ماجستير يعني يقولوا لي لا مفيش ستات تدخل جوه المصنع، انت تدينا التصميم نصنعه لك وحضرتك ما تيجي تستلميه كمان كام يوم، لكن انت تقفي تتفرجي انت كده هتعملي لنا مشاكل، او انت مش هتستحملي، او انت هتتاذي. فكانوا دايما بيدولي نظره مختلفه، نظره اضعف. شخصية كأفروديت يعني شخصيا انا بتبسط جدا قدام وقوفي بالفرن، لما امسك حاجة خامة بتبقى صلبة جدا وفجأة في لحظة تبقى لينة في ايدي واطوحها باي شكل انا عايزاه، وبيطلع منها الوان جميلة جدا جدا يعني بتبهر اي حد معدي.